خلاص رسميا تم الإعلان عن تصوير فيلم أولاد رزق الجزء الثالث، واللي كتير وعلشان كده مخرج الفيلم طلع خلال الساعات الأخيرة وكشف مفاجآت كتير قوي عن الفيلم. لكن يا ترى هو قال إيه؟ شوف يا سيدي، حسب موقع فيتو فمخرج الفيلم طارق العريان قال إن التكلفة الإنتاجية للفيلم وصلت ل 8 مليون دولار، يعني 248 مليون جنيه مصري. الفيشاوي هي